يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها. قال تعالى: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله جل وعلا للمؤمن الذي كان ضالاً فهداه الله تعالى إلى طريق الحق ونور قلبه بالإيمان. كمن مثلوا في الظلمات، أي في الضلالات والجهالات، ليس بخارج منها، أي ليس له منقذ ولا مخلص مما هو فيه. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: عبادة الأصنام. روى الإمام أحمد مسندي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطاه ذلك النور ضل. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. قيل في تفسير ذلك، في تفسير قوله تعالى أو من كان ميتاً، أن هذا المثل لعمر بن الخطاب، فإنه كان ضالاً فهداه الله تعالى لطريق الحق. وقيل المراد عمار بن ياسر. أما كمن مثلوا في الظلمات فقيل المراد أبو جهل عمرو بن هشام. والصحيح أن الآية الكريمة عامة لكل مؤمن وكافر. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة أو من كان ميتاً اشتملت على فوائد كثيرة. فأولاً، أن هذا النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب المؤمن إنما هو نور الإيمان والطاعة. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، الآية. ثانياً، من فوائد الآية الكريمة أن الكافر والمنافق يحرم من هذا النور لكفرهم وإجرامهم. قال تعالى كما في الآية السابقة: كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. وقال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثالثا، من الفوائد أن هذا النور الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للمؤمن ليس خاصا في الدنيا، بل هو في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. أما في الدنيا فالآية الكريمة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا في الدنيا. أما في القبر فقد روى الإمام أحمد مسندي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها بصلاتي عليهم. وأما في الآخرة فالله جل وعلا قال في الآية الكريمة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم.
روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر المؤمنين يوم القيامة ذكر أنهم يعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوراً ويكون نوره مثل الجبل العظيم، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوراً يكون هذا النور كالنخلة بيمينه، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوراً لا يتجاوز إبهام قدمه، فإذا أضاء مشى وإذا انطفى وقف، فيضيء تارة وينطفئ تارة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يمرون على الصراط على قدر نورهم، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، وآخر من يأتي أو من يمر هذا الرجل الذي لا يتجاوز نوره إبهام قدمه، فإنه يخبو تارة فإنه يضيء تارة وينطفئ تارة، فيحبو على يديه ورجليه وعلى وجهه، يتعلق أحياناً وأحياناً يقع في هذه النار، وفي آخر أمره أنه يسلم منها. أيها الإخوة الأفاضل، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن والسنة والصلاة نور. فأما القرآن فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم نوراً وهدى للناس. وفي آية أخرى في السنة: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا بالنسبة للسنة. أما بالنسبة للصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. خامساً، أن الله جل وعلا هو نور السماوات والأرض، يهدي لنور من يشاء. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى في آية أخرى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وفي آية أخرى: وأشرقت الأرض بنور ربها. قال المفسرون: المراد أن الله تعالى عندما يأتي لفصل القضاء بين العباد، الله جل وعلا يكون نور السماوات والأرض، فليس هناك شمس ولا قمر، لأن الشمس تكور والقمر يذهب نوره فإن خسفوا نورهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس كان إذا قام إلى الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الليل قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. وفي رواية: وأعطني نورا. فكلما ازداد المؤمن من الطاعة ومن القربات كان نوره أعظم. سادساً وأخيراً، أن هذا النور من صفات الله جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: فليس هناك أبلغ ولا أعظم من هذه العبارة النبوية، فإن الخلائق كلها لا تطيق النظر إليه سبحانه.
ولذلك الله جل وعلا يعطي أهل الجنة القوة العظيمة على تحمل رؤيته، ولولا ذلك لاحترقوا. فنور السماوات، نور السماوات من نوره سبحانه، ونور الجنات التي عرضها السماوات والأرض، ونور العرش، ونور الكرسي، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب، فكلها من نوره سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، جازم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.